بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلباء، السلام عليكم. دائما مع الدوال العددية في حلول تمارين كتاب المدرسي. كنا حلينا في الفيديو السابق التمرين رقم 53، درنا فيه دالة زوجية. كنت ذكرتكم بالدالة الزوجية والدالة الفردية. هذا التمرين رقم 54 يدور النص تاعو حول الدالة الفردية. إذن لأفتح الصفحة رقم 30، ها هو التمرين. إذن واش قال لك؟ قال لك لتكون اف دالة فردية. قلنا ليرد قلم أخضر هكا. قال لك لتكون اف دالة فردية حيث جزء من جدول تغيراتها يكون من الشكل. يعني هنا أعطونا جزء برك من جدول تغيراتها، أعطونا النص تاعو، مازال النص تاعو. لأنه وش قلنا المرة اللي جازت؟ قلنا باللي الدالة الفردية تحقق F ناقص X، F لناقص X تساوي ناقص F لX، وتمثيلها البياني متناظر بالنسبة للمبدأ، متناظر بالنسبة للمبدأ. معناه لو درنا المعلم ودرنا تمثيل بياني مثلا كما درنا المرة اللي فاتت للدالة X مكعب، للدالة مكعب، لاحظ أنه عندي، شوف مليح، عندي مجال، يعني جدول تغيراتها عطاونا هذا هنا ويخصنا هذا اللي منا في المجال. هذا عطاونا من الصفر إلى الأربعة ويخصنا، يعني ها كيفاش عطاونا باش نفهم مليح، عطاونا من الصفر إلى الأربعة، هو الصفر، ويخصنا من ناقص أربعة، لأنه مادام قانون الدالة فردية واش يقول لك؟ مجال مجموعة التعريف متناظر بالنسبة إلى الصفر. هذا يعني الشرط الأول، يعني إذا كانت X تنتمي إلى مجال التعريف فإن ناقص X تنتمي إلى مجال التعريف. يعني إذا كانت 4 تنتمي لمجال التعريف، ناقص 4 تنتمي لمجال التعريف، 3 ناقص 3، 2 ناقص 2، 1 ناقص 1، وهكذا. متفاهمين؟ صح. أمحينا هذه، نعود نرجع. إذن إتمام الجدول، صح. في الجدول كنا نروحوا للمسودة، وش عندنا؟ لاحظ عندنا صفر قبل الصفر، واحد قبل الاثنان، ثلاثة قبلها ناقص واحد، الربعة قبلها الصفر. وش معناتها هذه؟ يعني كل سابقة قبلها الصورة تاعها، يعني F للصفر تساوي الصفر، F لواحد تساوي الاثنان، F لثلاثة تساوي ناقص واحد، F لأربعة تساوي الصفر. لو جينا درنا الجدول تاعنا للنص اللي باقي، لو جينا درنا النص اللي باقي، يعني نديرو هكا برك باش ما نطولش. كيفاش راح يكون الجدول؟ راح يكون بون قيم اكس تغيرات اف دو اكس، صح. يعني قلنا لازم هنا واش من جدول راح يقبلو، اذا واش نكتبو؟ اي ليكن المجال من ناقص أربعة إلى الصفر، هو اللي قابل المجال من الصفر إلى الأربعة، المتناظر للمجال صفر وأربعة. إن علاه متناظر، دالة فردية متناظرة بالنسبة إلى المبدأ، بالنسبة إلى المبدأ. إذن صفر ها هو راه، الربعة قبلها ناقص أربعة، مادام متناظرة الشرط الأول لازم مجال التعريف يكون، يعني مجال التعريف هنا هو من ناقص أربعة حتى للأربعة، ها هو راه مجال التعريف متناظر بالنسبة إلى الصفر. ها
هذا الشرط ما دام قال لك فردي إذن تحقق هذا الشرط. ناقص 4، 4 تقابلها ناقص 4، 3 تقابلها ناقص 3، 1 يقابله ناقص 1، سيب صح. إذن هنا فردية مثلا كما درنا الدالة مكعب، ها لاحظ كل مثلا كل إكس قبل ناقص إكس، وكل اف دو إكس واش تقابلها؟ تقابلها هنا، لاحظ تقابلها وحدة هنايا، اه واش تقابلها؟ ناقص اف دو إكس. صح، فهمتوني؟ صح. يعني هنا أعزائي الطلبة، هنا شوف مليح، الصفر يقابله الصفر، اثنان يتقابلها ناقص اثنان، ناقص واحد تقابله الواحد، الصفر يقابله الصفر، يعني هذه في الدالة الفردية. كون نجو نكتبو هنايا كما درنا قبيلا، صح، اف اف لي صفر تساوي الصفر، شوف لي هنا في هذا، صح، اف لناقص واحد تقابلوا ماذا؟ تقابلوا ناقص اثنان، اف لناقص ثلاثة قبلها الواحد، اف لأربعة قبلها الصفر. إذن عفوا، إذن هنا صفر، هنا واحد، هنا ناقص اثنان، ولا هنا الصفر. إذن راح تكون ها هو الجزء الثاني، هكذا وهكذا، صح. درك مسودة أرسموا لي الجدول كامل، الجزء هذا مع الجزء هذا، هاي أرسموا لي الجزء كامل. وبالتالي الجدول كاملا، إذن نرسم الجدول كاملا، صح. واش عندي؟ عندي إكس، قيم إكس، تغيرات f دو x، صح. عندي من ناقص 4 الصفر زائد 4، عندي هنا ناقص 3 تقابلها 3، ناقص 1 تقابلو الواحد، هذا هو الجدول كومبلي، صح. عندي 4، شوف مليح، 4 واش ناقص 4 واش تقابلها؟ شوف الجدول هذا والجدول هذا، يعني الجدول هذا اللي راهو امامك والجدول هذا، صح. 4 واش قبلها؟ الصفر، ناقص 3 1، ناقص 1 ناقص 2، الصفر صفر صفر صفر، خليها فيد هذه نقول لك عليها، الواحد 2، 3 ناقص 1 صفر صفر. نرسم متزايدة متناقصة، لكن هنا شوفوا لي، أكدوا لي على هذه، متزايدة من ناقص صفر للصفر متزايدة، من الصفر للإثنان متزايدة، يعني هذه جات من تحت من عند ناقص اثنان، وهذه رايحة للاثنان، فهمتوني؟ إذن
ما كان لها نكتبو الصفر هنا، هنا مباشرة واش نديرو؟ نديرو ديريكت من ناقص اثناني للاثناني، معناه هذاك الصفر اعزائي طلبها وراه. لانها متزايدة من ناقص اثناني، لاحظوا مليح، شوف متزايدة من ناقص اثناني للصفر ومتزايدة من الصفر للاثناني، اذا نكتبو متزايدة تماما. ومن بعد نكملو، عندنا متناقصة هنا وعندنا متزايدة لهنا. هذه هي الإجابة تاع كيطيحو ليك أسئلة مثل هذه، يعني فردية متناظرة بالنسبة للمبدأ، زوجية متناظرة بالنسبة لمحور التراتيب. أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.